معاشياتك، الدولة ملتزمة توفر لك جميع السلع والمواد الأساسية. كل عطينا شحال من راجل كبير، شحال من مرأة نسينا في دار إنسان مريض في عائلتك، ملتزمة توفر لك جميع السلع والمواد الأساسية. كل شيء متوفر وموجود، خاصك فقط تلتزم بهذه التوجيهات. الدولة ملتزمة توفر لك جميع السلع الكبير، شحال من مرأة مسنة في دارك. ونحميو الوطن بإكماله، اغسل يديك في كل لحظة، لمسي فيها شي حاجة في الزنقة، وحافظ على المسافة بينك وبين الناس، وتجنبوا الاختلاط. أختي المواطنة، حاجه وحده اللي كنطلبوا ديال الشيء الجهه ديال الجوله ديال جافيل وداكشي، حنا غنسيقوا اليوم غنسيقوا اللي جايين يديروا داك جافيل وداكشي، المصالح مختصه واخا الله يجازيك بخير. شكرا شكرا عليهم، شكرا شكرا لك، شكرا بزاف كامل. امور الصالحه العامه الانسان يبقى في الدار ديالو، هو اللي مهم، هادشي الفيروس باش ما يتاجر. وهادشي راه نتوما كديروا حتى انتوما، حنا حنا حتى المبادره، انتوما عندكم جزئيات الانسان هذا اللي يساهموا معنا في هادشي. داكشي اللي كاين. شكرا اسامه. تأكدوا على ضرورة استعمال مواد تنظيف على رأس وموجود، خاصك فقط تلتزم بهذه التوجيهات. سمعش الإشاعات، شري على قد حاشياتك، الدولة ملتزمة توفر لك جميع السلاح. بابنا انتقال فيروس، وبشوية الوعي والصبر نحميو أسرة ونحميو الحي والمدينة والوطن بأكماله. أختي المواطنة، أخي المواطن، ذلك التنقل بالشرف. طرف الجهات الرسمية راه هي السبيل الوحيد لمنع انتشار المرض بيناتنا. برامج التوعية والتوجيهات على والديناتهم على قد حاجياتهم. الدولة ملتزمة توفر لك جميع السلع والمواد الأساسية، كل شيء متوفر وموجود، خاصك فقط تلتزم بشوية ديال الاحتياطات، نجنبوا حبابنا التقاء الفيروس، وبشوية ديال الوعي بينك وبين الناس، وتجنبوا الاختلاط في الأماكن العمومية. أمهات ما تخليوهاش توقف بسبب قلة الوعي والاستهتار. كل واحد فينا كيبغي الأم ديالو، المنازل والأماكن والملابس الداخلية. أختي لقد حاجيات، الدولة ملتزمة توفر لك جميع السلاح والمواد الأساسية، كل شيء توفر موجود، خاصك فقط تلتزم بهذه التوجيهات. التزموا الديور ديالكم، ما تخلو ضرورة القصوى باش تحافظوا على راسكم، ما نأذيوش وطننا. خليك في دارك ولا في القرار، اما يحاصرك في دارك، اغسل يدك باستمرار وشوت ولادك، ما تسلمش على حبابك.